ثار الشعب السوري، ثار ضد ظلم وقهر واستبداد الأسد بالسوريين 40 عاما، وجن جنون النظام فنشر جيشه في المدن والقرى وعاث فيهم قتلا وتدميرا واعتقالا وتشريدا. واستباح ساحات المدن والقرى والأحياء السكنية قصفا وتدميرا، دمر المرافق الحيوية والأحياء السكنية والمنازل، دمر كل شيء، قتل البشر ودمر الحجر، وقطع احتياجات المواطن الأساسية عن المدن والبلدات الثائرة، قطع المياه والكهرباء والاتصالات. ليس فقط بالطيران والمدفعية وبكل أنواع الأسلحة التقليدية واجه النظام الشعب، بل استخدم سلاحين فتاكين هما الجوع والعطش، قطع الماء عن كل المدن الثائرة والكهرباء وحاصرها. بالطيران الحربي مدينة تفرندي 10/2/2012. الله أكبر. وقت دخول الجيش على منطقة كفرنبيل طبعا صارت تجي على مناطق النظام حصريا فقط، النظام كان يجيبها على المناطق اللي هو متواجد فيها، وبعد فترة لما الجيش طلع من هون وتحرر البلد طبعا مثل ما انكم شايفين هاي هون الخزان ومي ضربوا الجيش بالدبابات وما عاد في مي، انقطعت المي نهائيا، فكان اعتماد الناس والاهالي هون اعتمادنا كان نحن عبارة عن الصهاريج من المياه السطحية، كلها مياه نقل في الاجراء. في ظل هذه الظروف ولدت URB، منظمة مجتمع مدني أبصرت النور في الداخل السوري، قررتها إرادة الحياة لدى ثوار كفرنبل، فكانت منارة في العمل التنموي والتوعوي في إدلب وحماة. واستطاعت URB الوقوف على قدميها وبناء عدة مشاريع أخرى بالتعاون مع منظمات مجتمع مدني عالمية، منها راديو فريش ومنظومة المحامين ومراكز المرأة ومراكز الأطفال المنتشرة في الريف الإدلبي ومدارس وعدة مشاريع إغاثية ومجموعة من المشاريع الأخرى. كان لمنظمة المجلس الديمقراطي في كاليفورنيا الفضل في فكرة إنشاء المنظمة وفي بناء قدرات فريق عملها من خلال المشروع الانطلاقة، مشروع السلل الإغاثية 2013 بميزانية بلغت 371,000 دولار. قدمت منظمة URB دراسة لمشروع إرواء مدينة كفرنبل وقريتين محيطتين بها لمنظمة الديمقراسي كانسل. بعد تدارس المشروع والنقاش حول تفاصيله وكيفية بنائه لأكثر من سنة، بدأت بتاريخ 17 أيار 2013، تبنت الديمقراسي كانسل دعم المشروع وتم توقيع الاتفاق بين المنظمتين بتاريخ 3 أيار 2014. بلغت ميزانية المشروع 505,000 دولار موزعة ما بين رواتب للعاملين ومعدات وأعمال وحفريات. تقوم الدراسة على مدير للمشروع وخمسة مهندسين هم مجلس الإدارة وموظفين وعمال وحراس، وانطلق العمل بالمشروع بتاريخ 1 حزيران 2014. والبداية كانت إنشاء البناء، حيث تم بناء بيارة بسعة 300 متر مكعب مجهزة بأفضل المواصفات العالمية، وبناء غرف ومستودعات للمعدات ومكاتب لإدارة المؤسسة. بدأت أعمال الحفر، وذلك لمد أنابيب المياه من البيارة إلى شبكة المياه الرئيسية التي تغذي المدينة، حيث كان طول الخط أكثر من 2000 متر. وضعت الأنابيب ووصلت وردمت وتم وصلها بشبكة المياه الرئيسية، وكل تلك الأعمال كانت تتم بطريقة سلسة ورائعة،
حيث يتم اعتماد متعهدين ينجزون الأعمال المنوطة والمحددة. من ناحية أخرى، بدأت إدارة المشروع باستجرار المعدات وفق عقود شراء وطرق ومعايير ومقاييس عالمية. تم شراء مولدة كهرباء باستطاعة 650 KVR وغطاسين مع الأكبال التي بلغ طولها أكثر من 450 متراً تحت الأرض. واستجرت إدارة المشروع أيضاً مضختين أفقيتين لضخ المياه إلى الشبكة، وتفاصيل كثيرة تتبعثر هنا وهناك. خطوة خطوة ويوماً بعد يوم يتقدم المشروع وتتطور قدرات الفريق على العمل. تنسيق على مستوى عال جداً بين إدارة المشروع ومنظمة URB ومنظمة الديموكراسي كانسل. في نهاية آذار 2015 اكتمل المشروع، وتم الاتفاق بين المنظمتين على تمديد المشروع لثلاثة أشهر أخرى يتم فيها العمل على شراء وتنزيل غطاس ثالث وكبله ومعداته وتنفيذ أعمال الصيانة لشبكة مياه كفرنبل التي دمر القصف الكثير من أجزائها، وضخ المياه لفترة تجريبية بعمر ثلاثة أشهر، وبدأ العمل وأنجز معظمه حتى الآن. كانت قيمة عقد التمديد 126 ألف دولار لتصبح الميزانية الكاملة 631 ألف دولار. في هذه الأثناء وقعت منظمة URB مع المجلس المحلي لمدينة كفرنبل مذكرة تفاهم يقوم بمقتضاها المجلس المحلي بالشراكة لإدارة المرحلة التجريبية ويكتسب الخبرة الكافية لاستلام المشروع وتشغيله في نهاية هذه المرحلة. وصلت المياه إلى المدينة وقريتين بعد غياب استمر أكثر من 4 أعوام. جرت المياه في الصنابير. سوف نبقى هنا كي نزول وتولد الحياة من حيث تتواجد سوف المياه. سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. حاليا الحمد لله بعد ما اكتمل تقريبا المشروع وبدأ الضخ التجريبي وصلت المي لأكثر من 95% من البيوت، ونحن بنشكر اللي سعوا فيه وقاموا فيه. هو المشروع الأول في هالمقاييس هاي. المشروع الثاني هو النظافة، دعم النظافة في البلد، تعبيد الطرق. وصلت المي الحمد لله عن بعض الحارات، يعني في كثير وناس كثير مشكورة، يعني عم تشكر الجهات اللي عم تقوم فيها العمل. مشروع الكهرباء هو المشروع الرديف لمشروع المي، يعمل مولدات ضخمة في المنطقة أو استجرار كهرباء من تركيا عن طريق الكابلات، ما في غير هيك. بداية الثورة ودخل الجيش انقطعت خطوط المي عنا، ما في مي أبدا. صرنا نشتري السوتير ب 700 ورقة سوري، وصل لل 1000، وصل لل 1000 عمال. أنا من الناس اللي بحط في الشهر 7-8000 حق مي، هي حقيقة، يعني بحط 7-8000 حق مي. هلق بعد 4-5 سنين من الثورة المي صار جتنا مرتين، والمشروع لقيته ناجح والمي بتجي بشكل جيد. هذا الموضوع إنجاز من الثورة، ونشكر الداعمين لهذا المشروع، لأنه نحن لولاهم كنا نحط. أنا أستقرض مصيري قرضة حق مي، قرضة. هلق عم تجينا المي بشكل جيد الحمد لله من شهر وهالصوب. مشروع جديد نحن عنا هون بالضاعة بحاجة لمخزن هاتف آلي للتواصل، لأنه بقول الأوصال مقطوعة بدون اتصال، وبدنا شوارع البلد، شوارع البلد كلها متحفرة، السير فيها على أقدام صعب، وفي الآليات صعب، في الآليات صعب. الله يعطيكم العافية، بتجينا المي الحمد لله ماشي الحال. هي وصلنا نشرب، وكنا نشتري الصهريج بألف، هلق الحمد لله مش الحال، بتجي المي الله يعطيه العافية. توجهوا بعض شباب الثورة بالتواصل مع المنظمات الخارجية، واستطاعوا أنه يجيبوا مشروع مياه، كان فرحة لكل أهل مدينة كفرنبل قبل أن تضخ المياه إلى الأهالي.
ولكن بعد فترة بدأت التجربة وبدأت المياه تصل إلى كل منزل. ونحن باسم أهالي مدينة كفرنبيل نشكر جميع من ساهم في هذا العمل، من رئيس إلى مرؤوسين إلى عمال إلى موظفين. نتمنى زيادة عدد أبار المياه لأن الحاجة ملحة على مدينة كفرنبيل، ونتمنى إيجاد مؤسسة كهربائية، نتمنى من إيجاد مشروع لتعبيد الطرق لأن الطرق أصبحت بحوالي يرسلها. وصلت المي لمدينة كفرنبيل وأنا من اللي عبيت الخزان عندي مي من أرقى ما يكون وقوية جدا وتؤدي الغرض إذا بتجي بال يعني فهالكميات اللي عم تبعتوها هاي مشروع طبعا هو من إنجازات الثورة يعني. إنما أقوى منه وأكبر منه مشروع ما أجى على كفرنبيل لحد الآن. في مشاريع صغيرة يعني ما بتنقاس في هذا المشروع. مشروع بهالضخامة هاي ما أجى منه على المنطقة ما هو على كفرنبيل بس يعني. نتمنى إنه يجي مشروع أقوى منه اللي هو تعبيد هالطرقات، لأنه بصراحة الطرقات وضعها ما بيسر بشر. فنتمنى اللي قام في هالمشروع هذا يتابع ويجيب لنا مشروع تعبيد وتزفيد طرقات الضياع. نشكر منظمة الدي سي ونشكر القائمين عليها ونشكر الشباب اللي اشتغلوا مع الدي سي من أجل أخيو متابعة المشروع وجايبان المشروع على الضياع يعني. الحمد لله صارت تجينا مرة في الأسبوع ومنيحة يعني، هو قليل شوي لازم تجينا أنه مرتين في الأسبوع بس يلا الحمد لله رب العالمين تجينا ساعة، هي ما بتكفينا بس منيحة سندي مع المي اللي مشتريها من البيارة هذيكي. أيوة عم نزرع هيك خضرة بسيطة يعني للبيت مثل نعنع بقدونس هيك شغلات يعني، ونسقيهن وقت تجيها المي، ويا ريت يجيبون إياها أكثر من هيك. والمشروع تنفس بشكل عام خلال فترة تعتبر مقبولة قياسا بالظروف اللي احنا موجودين فيها بالوضع العام، وقمنا بتنفيذه بشكل كتير حضاري ومناسب، وإن شاء الله بيخدم الفترة الحالية والفترة الآخرة. خبرتنا بشكل عام تحسنت في مجالات كثيرة، في مجال تنفيذ خطوط المياه، في مجال التعامل مع المنظمات اللي بتكون برا وطريقة الأداء العمل، ونتأمل أن تزداد عدد المشاريع اللي بتخدم المواطنين مشان يشعروا أنه البديل موجود وجاهز إن شاء الله. كان مشروع يعتبر عملاق حاليا قياسا في ظروف الموجودين فيها، وهالشيء بتلمسه في آراء الناس لما بتحكي مع الناس، أنه ما حدا بيتخيل في وقت من الأوقات بيفتح حنفيه وتشوف مياه بتنزل منها. والحمد لله هالشيء يمكن لاحظتوه أنتم، صحيح فترات تشغيل حاليا تجريبية بس ساعات الناس هي بتوصف لكم نوعية المشروع. الحمد لله المشروع يعتبر ناجح 100% بكل المقاييس، ونتأمل أنه يستكملوا الآبار اللي بقيت من حفرات اللي بيرين تقريبا، ونتأمل أنه يتحسن الوضع ويأمنوا تزويدنا بالبيرين الجدد مشان يكون كمية المياه بضخور للمنطقة تكون أكبر إن شاء الله. يعني إن شاء الله كان في الناس تعطش وخلال عملنا في المرحلة الماضية وأسئلة متلاحقة ومتعددة عن أنه متى انتهى المشروع، متى الضخ، متى من ناحية الفنية للعدد الموجودي من المضخات، الخط الضخ، المجموعة مجموعة التوليد، المركز التحويلي كان أداؤه جيد. ونأمل يعني في هالفترة هاي الشباب يساهموا كمان ويتابعوا في موضوع البئرين المتواجدة يعني حاليا اللي وعدونا فيها المنظمة راح تغطي فيها الحالي 65% من حاجة المدينة. تم تشغيل 3 أبوار الآن وانجز المشروع بفترة قياسية كبيرة بخبرة فنية جيدة من الكادر الفني اللي اشترى في المشروع أو سواء اتحاد المكاتب الثورية اللي قامت بإدارة المشروع الحقيقة بطريقة جيدة جدا، رغم انه هي اول مره بتنفذ هذا المشروع. مشاريع البنيه التحتيه تحتاج الى كوادر فنيه متخصصه الحقيقه اللي تدربوا في الفتره هاي وانجزوها، انجزوه بنجاح بعد 7 أو 8 أشهر بمشروع بالقيمه هاي كان جيد جدا. والحمد لله الان وصلت المي للبيوت والمشروع الصيانه شغال على صيانه الشبكه رغم انها مساحتها كبيره كثير يعني على مساحه ما يقدر 15 كيلومتر مربع من المنازل، وهذا شيء عمل ضخم يحتاج إلى كمان كوادر، ولكن المشروع بتكامل إذا استكمل لي 5 أبار، في 5 أبار محفورة، إنتاج البير حوالي 35 متر مكعب في الساعة، إذا استكملوا الخمسة أبار
بتكون كافية لمدينة كفرنبيل. إذا بدنا نحكي على المشروع كناحية فنية وككواليتي أو جودي اللي تنفذ حقيقة تنفذ بمعايير جيدة جدا ومعايير عالمية، والشباب المهندسين أو الفنيين اللي كانوا فيها كلهم ذو خبرات جيدة واكتسبوا خبرة في الإدارة الجديدة، لأن طريقة العمل اللي تنفذ فيه المشروع ما كان في جهة حكومية أو جهة مالكة للمشروع، فتنفذ بطريقة الأمانة أو التنفيذ المباشر، وهذا الشيء كان بتعاون شديد بين المكاتب الثورية والجهاز الفني اللي أشرف عليه اللي هو المهندسين والفنيين والمنظمة اللي هي داعمي للمشروع. ونشكر المنظمات اللي قامت بالدعم خصوصاً الدي سي واتحاد المكاتب الثورية اللي عملوا هيك عمل، وهذا العمل استمر على مدة لا تقل عن سنتين، سنة تحضير وسنة أو سبعة أشهر تنفيذ، والصيانة اللي جارية حالياً من 3-4 أشهر تقريباً. المشروع مايكل مشروع من المشاريع الناجحة، أدى خدمة كبيرة للمواطنين، جزء من احتياجاتهم المائية. طبيعة العمل بينه وبين المنظمة كان جيد جدا، تعاون مستمر، وتلقى المنظمة كل الدعم من مدينة كفرنبيل والمجلس المحلي. نتطلع إلى مزيد من التعاون والدعم من هذه المنظمة، وكل الشكر للدعم المستمر لمدينة كفرنبيل. يعني بالنسبة لمشروع المي هو من المشاريع الأهم في مدينة كفرنبيل، خاصة وأن مدينة كفرنبيل تفتقر إلى المياه. والحمد لله حاليا المشروع بدأ في مرحلته التجريبية بعد مرحلة شهر من الصيانة، أصبح الآن مرحلة الضخ إلى الأحياء المدينة. بالنسبة لطبيعة العمل بيننا وبين المنظمة اتحاد المكاتب، حاليا يوجد التنسيق الكامل ما بين المجلس المحلي واتحاد المكاتب الثورية في إدارة المرحلة التجريبية لمشروع المياه. إن شاء الله نتأمل أنه تكون الخمس آبار تشتغل إن شاء الله مستقبلا، نتمنى أنه يكون البيرين الآخران في طور التشغيل من أي جهة كانت تدعمه، لأنه الماء لا تكفي 3 آبار وإنما تحتاج كفربي إلى 5 آبار. أكيد مشروع ضخم مثل مشروع المياه ما هو مخفي نهائيا، مبين على كل الناس، وكل الناس عرفت بعد انقطاع المي 5 سنين عن مدينة كفرنبيل انه تجي المي في هالطريقة اللي بتجنن، اللي كلياتنا فتحنا المي حسبنا يوم عيد عنا انه اجت المي على كل البيوت. اكيد نحنا كنا نشتري صهاريج المي مشترى ومبالغ كتير كتير كانت مرتفعة وكبيرة، لان كهرباء كمان ما في كانوا يعبوها في المولدات. بس هلق حاليا اكيد الناس اللي كانت مستوى معيشتها متوسطة واقل من وسط بدها تلاقي فرق كبير. نحن هلق اذا اجتنا المي كل يوم بعد يوم نكون عايشين، منقول انه نحن في مناطق محررة مخدمة بالكامل من ناحية المياه، ومنتمنى تكون مخدمة كمان من ناحية الكهرباء في الايام اللي جاي، ومنتمنى تكون مخدمة من ناحية الاتصالات الهواتف تكون مخدمة بالكامل. منتمنى تكون المناطق المحررة ما هي في حاجة للنظام نهائيا ولا بأي شكل من الأشكال. وبالنسبة للناس اللي قامت على هذا المشروع أنا بشكرهم كتير، مو في اسمي بس، في اسم كل نساء كفرنبيل وكل المناطق اللي اجت عليهم المي. أكيد الوباء والأمراض والأمراض الجلدية وغيرها كلها من قلة المي بدها تجينا، بما أنه توفرت المياه عنا الحمد لله رب العالمين. نتمنى المشاكل، أغلب المشاكل الصحية أنه نتفاداها في المي اللي بتكون صالحة للشرب وما هي ملوثة. وهيك مشاريع طبعا تعتبر نقل نوعي في محاولة تحسين ظروف البلد، تحسين الواقع الاقتصادي، تحسين المستوى المعاشي، النظافة، الصحة، كلها تبقى تنعكس على هذه الحالة. نحن نرحب في هيك مشاريع ونتمنى تزيد، وأولوية الماء لا تجاريها أولوية أخرى يعني على الإطلاق، تعادل البقاء، تعادل العيش، تعادل القدرة على الاستمرار. في كل الأحوال نحن بنكبر اللي ساهموا واللي قدموا واللي تحمسوا للموضوع واللي سهروا عليه لحتى وصلوا هالمشروع. والله ما صار، لا ما صار مشاريع أخرى بهالحجمات والاندفاعات، لكن أنا اللي بشوفه على أنه المشاريع اللي دائما بتصب في صالح راحة الناس وبقاء الناس ومساحة الناس هي المشاريع اللي بتحكمها الأولوية. المشاريع
المي، مشاريع الكهرباء، مشاريع الطرقات، مشاريع النقل، مشاريع الاقتصادية الصغيرة الحرفية مثلا، منتديات في غيرها، هاي المشاريع اللي يعني تستطيع تأمن فرص للعيش، فرص للبقاء، للنظافة، للحركة، للتواصل، للاجتماع، وهذا الشيء يعتبر محط إكبار. في حال أمكن تغطية هذه المشاريع أو ملاحقتها أو وضعها في الزين أو في البلد، استطعنا من خلال المشروع بناء قدرات فريق عمل متمكن وقادر على إنجاز مشاريع ضخمة وبمواصفات عالمية. من ناحية تانية، المشروع وصل المي ماء الشرب لحدود 70,000 مواطن، كما نستفيد ناس كتير من خلال انخفاض سعر صهريج المي. من ناحية ثالثة، المشروع بنى علاقة مميزة جدا بين المجلس المحلي في مدينة كفرنبيل وبين منظمة يو آر بي. العلاقة كانت تنافسية تعاونية. من هون بنوصل لفكرة مهمة جدا، اللي هي انه نوصل لمحل يكون في تعاون بين منظمات المجتمع المدني مع المجالس المحلية، وتكون العلاقة هي تعاونية تكاملية وليست تنافسية على اساس الاقصاء. نحن شغلنا المشروع على 3 ابار، بتمنى انه يستمروا معنا لنحاول نوصل للخمس ابار، نحاول نغطي اكثر ومساحة اكثر، انه في عنا ضياع كمان عطشاني لازم نوصلها المي. راح اشكر كل اللي تعاونوا معنا لحتى وصلنا لهون، بداية في منظمة ديمقراسي كونسل في كاليفورنيا دي سي، اللي تعبوا معنا من 2013 وحتى الان سنة دراسي وبعدين سنة تنفيذ. بدي اشكر المبي اللي هني داعمين للديمقراسي كونسل، بدي اشكر المجلس المحلي اللي تعاون معنا لوصلنا لهون، بدي اشكر اعضاء وفريق منظمة يو آر بي اللي اشتغلوا ونسقوا وسهروا لحتى يوصلوا للمشروع لهون، بدي اشكر فريق عملنا اللي المهندسين الاختصاصيين بكل اختصاصاتهم حتى الحراس، بدي اشكر المواطنين اللي تعاونوا معنا ووصلوا معنا لمحل انه في شيء اسمه ترشيد الاستهلاك وتفهموا الوضع. هذا المشروع اللي ورايا واللي اكتمل والضخم جدا وبهذا المستوى وبهذه المواصفات هو شاهد على انه الانسان السوري قادر على البناء وقادر على العمل بمواصفات عالمية. هذا المشروع بيشهد تماما انه الانسان السوري اذا توفرت امكانيات وفي حال انتهينا من نظام بشار الاسد، نحن قادرين على انه نبني سوريا، وسوريا بدها تعيش وبدها تكبر في ولادها. We'll be right back.